نساء مخضبة أيديهن بالدم قتلن صدفة أو عن سبق إصرار بعدما قتلت الغيرة وسوء المعاملة ما تبقى من قدرتهن على التحمل. في هذه السلسلة الرمضانية اخترنا عينة من نساء قاتلات نحكي قصصهن المستوحاة من الواقع، نحكيها عبر حلقات وبأسلوب قصصي مختلف عما تعودتموه في قناة مروكن كريم تي في الجريمة المغربية، وأتمنى أن تكونوا كثيرين وكثيرات في التفاعل. عنوان الحلقة 19 هو قتلت زوجها الإمام بمساعدة ابنتهما. على صراخهما وشرأبت الرؤوس من نوافذ منازل مجاورة للمسجد بذاك الحي الشعبي الغارق في عشوائيته وفوضاه. حيرة جيرانهما زادت كما استفهاماتهم حول سبب إطلاقهما عنان حلقيهما لزعزعة هدوء ليل سكان الحي الذين كان بعضهم خلد للنوم واستفاق مذعورا. كانتا في باب منزلهما الملحق بالجامع تبكيان وتستنجدان بالناس أملا في تدخلهم. كل الجيران هرعوا لعين المكان، الأم وابنتها كانتا تبكيان بحرقة، لكن لا أحد اهتدى لسبب بكائهما قبل تجمع عشرة الناس أمام المسجد. إمامه الذي يؤم سكان الحي في صلواتهم كان وسط بركة دم بفناء المنزل اللاصق في سور المسجد، عليه جروح ورضود سيما في الصدر والرأس. حرك بعض الحاضرين أطرافه فيتيقنوا أنه مات. من قتل الإمام؟ سؤال تردد على ألسنة كل من حضروا. هو إنسان محبوب لدى الناس يحترمونه منذ عين إماما بهذا المسجد منذ نحو عقد، فمن له مصلحة في قتله؟ ولماذا وكيف ومتى؟ ثلاثة أشخاص ملثمين هاجموه وبعثروا تجهيزات وفراش الغرفة ربما بدافع السرقة. أنا وابنتي كنا خارج المنزل نتبضع من السوق، وبعودتنا صادفنا فرارهم. لم نستطع التعرف على أي واحد منهم، لقد أخفوا وجوههم ورؤوسهم بمناديل. هذا ما حكته زوجة الإمام الفقيه الستيني الذي لم تكن له عداوة مع أي أحد من السكان ولا من الغرباء. كان حريصا على عدم الاختلاط بالناس إلا ما يجمعه بهم في الصلاة ودروس الوعد والإرشاد، حتى لما يخرج للتفسح أو التبطع يكتفي بإلقاء التحية على من يصادفه متحشن الأحاديث الطويلة. أعادت الزوجة سرد نفس الرواية لعناصر الأمن بعد حضورهم للقيام بمتعين، وزكتها ابنتها العشرينية بنفس التفاصيل ولو اختلف في جزئيات دقيقة. ضابط الشرطة دون ما قالت في محضر موازاة مع رفع عناصر الشرطة العلمي والتقني البصمات وجمعها للأدلة والقرائن المادية بعد تصوير الجثة وإنزاج محضر بذلك قبل نقلها لمستودع الأموات بالمستشفى للتشريح بعد انتهاء كل هذه الإجراءات القانونية. لم تدقق الزوجة وابنتها خلال الاستماع لهما تمهيديا في أوصاف مهاجم الإمام وشكلهم وطول كل واحد منهم ونوعية لباسهم. تحججا بفرارهم بسرعة وتحت جنح الظلام وخوفهما من ردة فعلهم. أكدا أنهما كانا مسلحين بعصي وأسلحة بيضاء وفروا في اتجاه موقع خلاء غير بعيد عن المسجد إلى أن تواروا عن الأنبار. تبريرهما تأخر طلبهما النجدة لم يقنع أحدا من المحققين الذين كانوا يستمعون إليهما. أثناء استنطاقهما بمكتبها بالدائرة الأمنية لاحظ ضابط الشرطة دما باليد اليمنى للزوجة التي كانت مرتبكة تحرك أصابع يديها بشكل يفضح توترها، وبكشف يدها لاحظ جرحا بحجم صغير بررته بإصابتها أثناء تقشير البطاطس بالمطبخ قبل ساعات من ذلك. عبثا حاولت إقناعه بذلك فالجرح ما زال طريا. تظاهر بعدم الاهتمام بالجواب وواصل البحث معها مدققا في كل التفاصيل التي سأل بشأنها ابنتها
مركزا على متناقضات أقوالهما. مرت ساعات البحث دون نتيجة. الزوجة متشبثة بأقوالها كما ابنتها، ولا دليل مادي آخر قد يقود لفك لغز هذه الجريمة. صرح دون أن يطول البحث الذي بقي مفتوحا إلى حين ظهور جديد ونتائج التشريح الطبي والخبرة على بقع الدم وما رفع من بصمات من المنزل. الرهان على هذه النتائج ضروري بعدما لم تفك الأبحاث وتحرير المدنية جريمة غامضة ومحيرة. لم تكن أي من البصمات المرفوعة لشخص غريب، كلها لأفراد الأسرة. معتزلة الأمور غموضا، فقد يكون مهاجم الإمامي استعمل قفازات. الحيرة ستذوبها نتيجة الخبرة على بقع دم رفعت من فناء المنزل وجسم الهالك عينة منها للزوجة. حقيقة صادمة وجهت بها دون جدوى، فالزوجة مصرة على الإنكار، لكن يقظة المحققين ستنتصر. لجأ ضابط الشرطة إلى حيلة لعله يظفر بمعلومة أو خيط ولو رفيع موصل لفك لغز الجريمة. جلس ابنتها وأفصح لها عن اعتراف أمها بقتلها الإمام، قال ذلك وطلب منها تفاصيل حول كيفية إجهاز ما عليه. لا، أنا لم أقصله، أمي ضربته بسكين في صدره فخرس قواه وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ساعدتها فقط في محاولة حمله لكني لم أضربه، لا 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 لم أقتله. صاحت الفتاة بهستيريا قبل أن يهدئ الضابط من روعها ويناولها كوب ماء ويدعوها للاسترخاء على كرسي. حيلة الضابط كانت ناجحة، انتزع بها اعتراف الابن الذي وجهت به الأم، فلم تجد بدا من الاعتراف بما اقترفته يدها. حكت بتفصيل ممل ما وقع في ذاك الأحد بعدما بلغ إلى علمها ربط زوجها الإمام علاقة عاطفية بفتاة ثلاثينية وعزمه الزواج منها. في تلك الليلة عاد الإمام متأخرا فتجدد نزاعهما. عاتبته على علاقته بفتاة في عمر ابنته ودون احترام وفائها ومركزه إماما وفقيها محترما يأم الناس للصلاة ومفروض أن يحافظ على وقاره وتقواه. عتابها وكلماتها الجارحة لم ترقه، فمد يده ليضربها، وما فعل ذلك طيلة 4 عقود من زواجهما. صفعها وحاول مواصلة الاعتداء عليها، إلا أنها فرت منه وتوجهت للمطبخ وغابت مدة قصيرة قبل أن تعود. تظاهرت الزوجة بأنها سامحت زوجها ووقفت قبالته واقف متأطئ الرأس شاردا الله أعلم بما يفكر فيه. وفي لحظة رفع فيها رأسه ليحدثها، حينها استغلت ذلك فغرزت السكين في صدره بكل قوة محدثة جرحا غائرا جهة القلب. خارت قواه وسقط فارتطم رأسه بالأرض. حينئذ أحست بالذنب والندم، فتحسست جسده كان ينزف دما كثيرا وهو يطلب عفوها والمسامحة. صوته كان يخفت مع كل كلمة ينطقها إلى أن وافته المنية قبل أن تحاول وابنتها حمله دون جدوى ليقرر تركه ومغادرة المنزل متظاهرتين بالتبضع. غاب نحو نصف ساعة وعاد للمنزل محملين بالفواكه، وبفتحهما الباب شرع في البكاء والصراخ، حيلة لجأ إليها لتضليل العدالة. وضعت الأم وابنتها رهن الحراسة النظرية لدى المصالح الأمن وحكم عليهما. الأم بعشر سنوات سجنا نافذا، والتهمة الضرب والجرح بسلاح الأبيض المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وابنتها أدينت ب6 أشهر حبسا نافذا لعدم تبليغها عن هذه الجريمة. عقوبة أنهياها بعدما هدم متانة جدران أسرة تفككت بقتل الإمام الذي كان المعيل والحافظ لكل شؤون المنزل. شكرا لحسن استماعكم،
وأتمنى أن تكون في هذه القصة دروس وعبر، وأن أكون قد حبكتها بالطريقة التي تتوخونها وتريدون. وأنتم مشكورون على حسن استماعكم وعلى فرصة اللاحقة. دمتم أوفياء للقناة، ودامت لكم الأفراح والمسرات.